باكر يوم الخميس من الأسبوع الثالث من الخمسين المقدسة، من مزامير أبينا داود النبي: في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة الأرض لأبيد من مدينة الرب جميع صانع الإسم. هللويا. من إنجيل معلمنا متى البشير: فالفريسيون لما سمعوا أنه أبكم الصدقيين اجتمعوا معا، وسأله واحد منهم وهو ناموسي مجربا إياه وقال: يا معلم، أية وصية هي العظمى في الناموس؟ أما هو فقال له: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل أفكارك، هذه هي عظمى الوصايا وأولها، والثانية التي تشبهها أن تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين تعلق الناموس كله والأنبياء، والمجد لله دائماً.